أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشكو إلى الله تعالى تسلط الفساق والمنافقين على المسلمين في الإعلام والصحافة وغير ذلك، وخصوصا في الصحافة، فما هو الواجب على المسلم تجاه هذا الفساد؟ وما دور العلماء وطلاب العلم والدعاة لإيقاف هذه الصحف الفاسدة؟ هذا ليس بغريب، هذا من سنة الله في خلقه الابتلاء والامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته، يبتلي العباد بعضهم لبعض. وما الصحافة التي وصفتها وهي الصحافة الفاسدة إلا نوع من هذا الابتلاء والامتحان، والواجب على العلماء إنكار ما فيها والرد عليه، الواجب الرد على ما فيها من مقالات فاسدة والتنبيه على ما فيها من دعايات ضالة، هذا هو الواجب على أهل العلم، والواجب على عامة الناس أن يتجنبوها، الواجب على عامة الناس أن يتجنبوها ولا يقتنوها ولا يدخلوها في بيوتهم. نعم.